مساكم الله بالخير. موضوع رفع تسعيرة الكهرباء بات اليوم حديث الشارع بين مؤيد وبين معارض. الحكومة بعد انخفاض أسعار برميل النفط قررت تقدم حزمة إصلاحات اقتصادية كانت باكورتها رفع تسعيرة الكهرباء. البعض أيد وقال أن الحكومة تأخرت وايد في هالخطوة، والبعض عارض واعتبرها خطوة غير مسبوقة هدفها التضييق على المواطن بعد سنوات من التخبط الحكومي في العديد من الخطط والمشاريع. أما المجلس فصاير مثل ما يقول المثل بين المطرقة والسندان، بين مطرقة الانتخابات الجاية وخوفه من إثارة الشارع ضده إذا مس جيب المواطن، وبين سندان علاقته الوطيدة مع الحكومة. لكن بغض النظر عن كل هذا، خلنا نفهم أول شو اللي راح يصير وشنو المقترح بالضبط. بس في البداية خلونا نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع نتكلم أكثر مع ضيفنا عضو المجلس المبطل الثاني هاني شمس. شكل انخفاض سعر برميل النفط تحديا حقيقيا أمام العديد من الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على النفط كمورد وحيد للدخل، فكان من الطبيعي لجوء هذه الدول نحو إيجاد حلول وبدائل للتغلب على هذه الأزمة الاقتصادية، وكانت الكويت إحدى هذه الدول. في هذه الأزمة الاقتصادية أعلنت الحكومة عن تقديمها حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتقشفية لمواجهة هذه الأزمة، إلا أن هذه الخطة أثارت العديد من ردود الأفعال المتباينة، وتحديدا بعد إعلان الحكومة نيتها رفع تسعيرة الكهرباء. دعم الحكومي ما زال على جميع الشرائح ما زال مرتفع جدا، نتكلم على الشريحة البسيطة الأولى ما زال الدعم يصل إلى 80% على الرغم من 5 فلوس، إلا أن الحكومة تدفع 80% من فاتورة الدخل المحدود، وتتراوح وتنزل وتقل كلما ارتفعت الشريحة إلى أن تصل إلى حوالي 70 و65% في الشرائح ذات استهلاك العالي. لكن هذا المشروع الحكومي لاقى رفضا من اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة. تم رفض هذا المقترح بالإجماع، وحطينا احنا كلجنة تصور ركزنا عليه في حماية أصحاب الدخل المحدود والمتوسط بحيث ان لا يمسون ولا يتضررون تضرر مباشر. اللجنة المالية بدورها تقدمت باقتراح آخر حاز على رضا أغلبية أعضاء اللجنة. تسعيرة أو الشرائح اللي قدمتها اللجنة المالية للحكومة والتي تم اعتمادها والتصويت عليها اليوم هي شريحة ترشد الاستهلاك وليس جباية للعمال. لكن المشروع الحكومي ومشروع اللجنة المالية لاقوا رفضا قاطعا من بعض النواب، إلى درجة اعتبره البعض مشروعا كارثيا. المشروع الكارثي على المواطن وعلى المقيم، وراح يكون سبب رئيسي وأساسي في زيادة تصاعدية لجميع الخدمات والسلع على جميع من يعيش على هذه الأرض. أما شريحة الأساسية المستهدفة فكان رأيها قبل لا تتخذ الحكومة مثل هذه الخطوة ومثل هذا القرار اللي احنا كمواطنين نشوفه يعني قرار تعسفي في حق المواطن، قبل لا تلجأ خلينا نقول لجيب المواطن، ليش ما تشوف لها حلول؟ في حلول ممكن كثيرة، بدل لا ترفع أسعار البنزين أو سعر الكهرباء، يعني كافي المواطن قاعد يعاني من اسعار الايجارات. انا بحكم حالتي كطالب ادرس هندسه كهربائيه في جامعه الكويت ممكن يكون لي خبره اكثر في المجال هذا. صنع الكهرباء او توليد الكهرباء عندنا في الكويت مو قاعد يكلف شيء قليل تقريبا. الدعم اللي قاعد يوصل من الحكومه دعم الامانه ما يقصرون فيه، ويوفر للمواطن الراحة إنه بحيث إنه يقدر يعيش حياته ومعاشه يكفي. كنا نسمع شعارات بالفترة الأخيرة إن جيب المواطن لن يمس، وجيب المواطن شغلة أبدا 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 مقدسة عند الحكومة، لكن في الوقت الحالي نشوف إنه لا والله
مع قاعد نسمع بزيادة أسعار البنزين، قاعد نسمع بزيادة أسعار الكهرباء، قاعد نسمع بزيادة أسعار الماء. فللأسف للأسف للأسف قاعد نشوف أنه بالعكس جيب المواطن مس وسيمس أكثر وأكثر وأكثر، وهذه المشكلة الكبيرة اللي قاعد نشوفها. أزمة مالية وخطة تقشفية هي حال الكويت بعد انخفاض سعر برميل النفط. وبين القبول والرفض لخطة الحكومة رفع تسعيرة الكهرباء لمواكبة الأزمة الاقتصادية تتباين الآراء، وتبقى الكرة في ملعب مجلس الأمة، حيث تعتبر جلسة يوم الأربعاء المقبل الفيصل اتجاه هذا المشروع المثير للجدل. رجعنا لكم مشاهدين بعد ما شاهدنا هذا التقرير حول موضوع رفع تسعيرة الكهرباء المتوقعة. ويسعدني أن أرحب بضيفي لهذه الحلقة عضو المجلس المبطل الثاني سيد هاني شمس. مساك الله بالخير حسين. مساك الله بالخير، هلا أخوي عبد العزيز. سعداء أن نلتقي معك في برنامج تحت المنشار. وإحنا أسعد أن ترجع مرة ثانية في قناة الكويت مرة ثانية ونلتقي مرة أخرى. حياك الله حسين. موضوع تسعيرة الكهرباء متوقع خلال الفترة القادمة موضوع الآن هو مثار حديث الناس في الشارع الكويتي. كلمنا في البداية عن الوضع الحالي فيما يتعلق في موضوع تسعيرة الكهرباء، وشنو هالمقترحات الجاية الحين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقيقة الواحد بالبداية في أي بلد يطمح دائما إلى إصلاحات اقتصادية، أن تكون إصلاحات واضحة، وخصوصا هذه الإصلاحات يجب أن تبنى في فترة عادة الرخاء، في فترة نقول اللي ما يكون فيها ضغط. أيام اللي كان عندنا برميل النفط كان مرتفع فوق 100 دولار، كان في ذاك الوقت المفروض نسوي كثير من الإصلاحات، نبدأ نبحث كثير من البدائل وننوع مصادر الدخل، ما يكون اعتمادنا الوحيد اللي هو على قضية النفط. فذيش الفترة احنا ما اشتغلنا، وكنا نطالب في وقتها، كنا نطالب الحكومة والكل طالب في ذيك الفترة ان تكون بداية الاصلاحات، ودام اليوم كان عندنا وفرة يجب ان نبدأ بهذه الاصلاحات. المشكلة ان ذيك الفترة الحكومة ما قدمت اصلاحات ولا كانت عندها رؤية واضحة في هذا الموضوع. اليوم احنا بعد انخفاض سعر برميل النفط و نقول حالة التقشف اللي اليوم الحكومة تبي تشوفها وتعالجها، يجب أن أيضا تكون هناك، يكون هناك شيء مدروس. يعني حتى الفترة اللي طافت كانت لو الحكومة تبي تسوي، كانت تبي تسوي ضرائب، تبي تسوي رسوم، تبي تسوي شيء مدروس ويعالج الحالة الاقتصادية بالبلد كلها، أتصور الكل كان راح يوقف معاها لو كانت في أيام الرخاء. في أيام الرخاء وتبي تسوي هالإصلاحات، مو الإصلاحات على جيب المواطن، الإصلاحات الاقتصادية، الكل كان كمجلس كشعب راح يساندهم وراح يوقف معاهم. لأن اليوم البلد إذا كان يبي يتطور، يبي يوقف ويبي ينطلق ليه قدام، يجب أن تكون هناك رؤية واضحة في فترة رخاء على أساس أنه يقدر يبني عليها ويشتغل. في المجال الاقتصادي، في المجال الاقتصادي إحنا اليوم قاعد نتكلم وجميع الجوانب. إحنا الحمد لله من بعد مجلس المبطل الثاني أكد عليها كنا نطمح لشيء والحمد لله تحقق، اللي هو موضوع الاستقرار السياسي. في فترة ما كان عندنا ذاك الاستقرار السياسي، لكن من المجلس المبطل الثاني وحتى أيامها في حملاتنا الانتخابية كنا تحقق الاستقرار السياسي. بعد ما تحقق وخصوصا في هالمجلس كنا نقول بعد تحقق الاستقرار السياسي يجب أن نبدأ في مواضيع التنمية ومشاريع التنمية، وللأسف اليوم واضح ان هالامور تاخرت وما صارت. طيب الحين نرجع على موضوعنا الرئيسي اللي هو موضوع تسعيره الكهرباء. شنو الوضع الحالي الان وشنو المقترحات هذه اللي جايه؟ اذا نبي نبسطها بلغه الارقام بحيث ان نوصلها بشكل مبسط للساده المشاهدين. احنا الحين يمكن الحين قبل لا ادخل في موضوع الارقام، احنا ترى اذا نبي نرشد بالبدايه ترى في وايد من الجوانب اللي نقدر نرشدها ونشتغل عليها. اليوم ميزانيتنا 19 مليار دينار، يعني تقريبا 64 مليار دولار، ميزانية ضخمة وفيها أبواب كثيرة فيها هدر. اليوم إذا نعالج بالميزانية، الميزانية نعالج هالجوانب الهدر اللي فيها،
نقدر نوفر كثير من الأموال. اليوم إذا نعالج بعض خلينا نقول مكافآت أعضاء مجالس إدارات وغير اللي قاعد تنشئها الحكومة واللي قاعد تسويها الحكومة، نقدر نخلق جانب من الوفرة. من الوفرة اليوم إذا يبدأ تحصيل الرسوم بطريقة صحيحة، تحصيل الرسوم على المواطن ولا على الرسوم بشكل عام. اليوم المشاريع اللي صارت وما تنفذت، وتعال كل واحد خذها، وآخر شيء المشاريع ما نشوفها، يعني هذه لو كان فيها حساب من الحكومة كان اليوم احنا انطلقنا الى لقدام. بس انا حاول قضية الارقام، احنا كانت الفترة السابقة خصوصا بالكهرباء، وللأمانة الواحد ايضا حز في نفسه ان الحكومة بالفترة الاخيرة قامت تشتغل شغل مكاسر مع المواطنين مع مجلس الامة نفسه. بس مثل سريع اللي هو العلاج بالخارج، وقفوا قال المرافق ما له مخصصات مجلس الأمة لا دخل معهم، كان 50 دينار، آخر شيء كان يقول بالنص إنه 25 دينار للمرافق. شغل مكاسر، شغل مكاسر. اليوم أيضا في قضية الكهرباء شغل مكاسر، شغل مكاسر. اليوم إذا نرجع لمشروع الحكومة اللي قدمته واللي في تو في تقريركم كان واضح إن المجلس تقريبا بالإجماع أو اللجنة المالية بالإجماع رفضته، حاطة سقف عالي كأن الحكومة، يعني هذه المفروض الحكومة من البداية ترفع السقف بعدين تكاسر النواب، أساس كاسر النواب. وهذا المصحيح، هذا بالبداية يبين لي أن دراسة. أنت دراستك مو دقيقة ورؤيتك للإصلاح مو واضحة. طيب وقت تدخل معي عشان موضوع الوقت، ندخل على موضوع هو بالأساس تقريبا فلسين على المواطن يصرف كثر ما يصرف في قضية الكهرباء، معنا في جهات على حسب الحين الذكر يمكن شركة النفط تأخذ من الحكومة إما بفلس أو الحين فلسين، يعني لأن فيها جوانب تجارية كان ممكن النفط واحد يقدر يدخل عليها ويعالج، وبعض الأماكن اللي فيها أماكن استثمارية كان فلسين على الكل. الحين حطوها شرايح من لي 6000 كيلوات راح تدفع فلسين، يعني ما حد يتصور استهلاك اليوم كمواطن 12 دينار بالشهر بالنسبة حق الكهرباء، يعني هذا راح إذا استهلاكه هذا راح يظل نفس استهلاكه، لكن الأغلبية استهلاكهم تقريبا فوق 6000 تقريبا، خلينا نقول بالأرقام أو بالمبالغ المعدل من 30 دينار إلى 70 دينار بالشهر قاعد يدفع. هذا الوضع الحالي تقريبا، يعني الحين مو دراسة واضحة، لكن الأغلبية اللي نشوفهم اللي عندهم معدل، خلينا نقول خلينا نقول هذا المعدل، قد يكون في ناس أقل قد يكون في ناس أكثر، لكن في بهالرينج. طيب إذا الواحد يشوف المبالغ اللي راح تصعد عليهم مبالغ خيالية راح تصير، إذا فيما لو تم تطبيق الاقتراح مال اللجنة المالية، ما أتكلم مال الحكومة، الحكومة خلنا ننساه الحين، لأن مال الحكومة رفض كارثي، الكارثي رفض الحين جاي يعني حتى مال اللجنة المالية قد يكون، خلنا نوقف الحين عنده ونشوف هل هذا القانون راح حتى على مقترح لجنة مالية مو راضي عليه، خل نشوف الحين هذا القانون. طيب يقدرون الناس يتحملونه، لأن القضية مو قضية بس أدفع رسوم الكهرباء، راح نتطرق الحين ان شاء الله بعد الارقام اقول لك امور ثانيه. طيب اليوم بالنسبه حق الكهرباء، اذا انت كنت تدفع 30 دينار بالشهر راح تدفع 66 دينار بالشهر حسب مقترح اللجنه الماليه، يعني راح تدفع الدبل، دبل وحبه زياده، دبل وشويه تكسور، اي يعني اللي هو كان بالسنه 360 دينار راح تدفع 792 دينار. هذا مقترح اللجنه الماليه، مقترح اللجنه الماليه، مقترح نواب مجلس الامه، نواب مجلس الامه. الحين إذا تدفع 40 دينار راح يصير 114 دينار، هذا أكثر من الدبل، أكثر من الدبل. وهذا هني الزيادة في قضية الكهرباء متتالية هندسية، مو متتالية حسابية، متتالية هندسية تقفز قفزات تقريبا متتالية هندسية. من 40 دينار راح يصير 114، لو خلينا نقول بالسنة كان 480 تدفع راح تدفع 1368. إذا كنت تدفع 50 دينار راح تدفع بالشهر 177 دينار. وحاسبهم يعني. اللي هو كان 600 دينار بالسنة راح يصير 2124 دينار. إذا كنت تدفع 60 دينار راح تدفع 252 دينار. هذا أكثر، صرنا 3 دبلات. وهذا اللي أقولك متتالية هندسية، شوف كل مالها وتقفز زيادة، لأن شنو التسعيرة؟ تبدأ من فلسين 5 فلوس 8 فلوس 12 فلوس على حسب 12 فلس على حسب الشرايح إلى توصل 15 فلس. عندنا خلينا نقول الشريحة الأخيرة أو هذه اللي هي 60 دينار بالسنة 720 دينار
راح تصير 3024 دينار. والشريحه خلينا نقول 70 دينار. طف الليتات ونقعد البيت احسن. إيه شمعه لا نوصل شمعه زين. سراي سراي زين هم. فاذا كنت تدفع 70 دينار راح يصير بالشهر 327 دينار. اللي كنت تدفعه 840 دينار بالسنه راح تدفع 3924 دينار، يعني تقريبا 4000 دينار بدال 840. يعني حقيقة هذا كله انت للحين قاعد تتكلم عن بس الكهرباء. لا لا مقترح اللجنه الماليه. اللجنه الماليه يعني احنا بنتكلم عن مقترح الحكومه بعد وويلات تصير طامه ثانيه يعني بالنسبه حق لها. لا اليوم المشكله مو بس هذه، ان قضيه الكهرباء راح تصعد اليوم، كل شيء راح يصعد. قصدك فيما لو تم اقرار اذا تم راح نتكلم اذا كل تم كل شيء راح يصعد. شنو تقصد كل شيء راح يصعد؟ اول شيء الاجارات راح تصعد، كل بيت او كل عماره او كل بنايه او كل خلينا نقول مجمع تجاري اي شيء عنده راح يرفع الاجارات بحيث انه يعوض. اكيد هذا التاجر مو جاي يخسر، يعني انت مو جاي ياخذ يدفع يدفعهم من جيبه. يعني انت هني ضايقت على المواطن، ضايقت عليه لدي فاتوره كهرباء بصوره مباشره، راح ترفع عليه فاتوره الكهرباء مالته، وراح ضايق في شيء ثاني، وراح يروح يشتري شموع وايد اكثر، وراح ضايق راح يصعد سعره لان الطلب راح يزيد، وراح والعرض قد يكون اقل، وراح ايضا من بطرق اخرى موضوع الاجارات اللي انت قاعد تقول عنها. هذه الاجارات اليوم حتى مثلا المستشفيات، المستشفيات فيها كهرباء قاعد تستهلك كهرباء وراح ترفع رسومها، المدارس الخاصه ان كان مطاعم ان كان محلات ان كان مجمعات تجاريه، هذا كله مو مدروس. يعني هذا المفروض اليوم المفروض تيجي تقدم لي بدائل كثيره. اخر شيء اليوم افكر فيه المفروض وقت اللي اقدم ابي اصلاح اقتصادي، اخر شيء اقدم جيب المواطن، اخر شيء هذا لازم افكر فيه اليوم. انا مو اروح ابدا فيه. اذا انقطعت فيني السبل وصلحت بهالمكان بهالمكان ووقفت الهدر في هالمكان، المواطن بروحه راح يجي بروحه، راح تكون عنده حالة ترشيد بروحه. اليوم أنا وقت أشوف الحكومة هي عندها ترشيد، قامت تشتغل على أصل الترشيد في وزاراتها في مؤسساتها في تعييناتها في عدم المحاباة في في في. الحين المشكلة مو بالحكومة، أنت قاعد تقول الحين المشكلة في المجلس، مقترح المجلس الحين. نص دقيقة كلمة أخيرة على الموضوع. أنا أتصور إن في مجال اليوم إن نصلح إصلاحات اقتصادية و نطلع من هذا النفق اللي احنا فيه في الأزمة الاقتصادية بدون اللجوء إلى جيب المواطن. فنتمنى أن يكون هذا آخر شيء المواطنين مستعدين يساهمون ويساعدون في بعد كل شيء، بعد ما يشوفون الإصلاحات والخطوات الجدية وفي كل مناحي الدولة بدأ يصير فيها إصلاح. طيب. المواطن ما راح يبخل على دولته ولا راح يبخل على وطنه، وراح يكون اكثر واحد يساند الحكومه في هالجانب. طيب يعني احنا ما عرفنا الحين نروح نشتري شموع من الحين نجهز روحنا ولا بعد؟ قبل لا يصعد سعرها. قبل لا يصعد. بس يعني قد يكون الموافقه على هذا مو سهل، وبتقريركم كان في واضح مشروع الحين في المجلس ما يندرى الحين. باكر موجود، البند السابع على جدول الاعمال موجود باكر، يمكن يوصل للدور يوم الأربعاء ويناقش ونشوف قضية الأخوان في مجلس الأمة النواب وين يوصلون. فأتصور النواب ما راح يبتعدون عن مناصرة المواطن البسيط. هذا اللي نتمناه. كل شكر لك عضو مجلس المطل الثاني سيد هاني شبوس. الله يسلمك، شاكر لك هذه الاستضافة الكريمة. حياك الله. فاصل قصير ونرجع مع ضيفنا في الفقرة الثانية النائب الوزير السابق سيد علي البغلي.